للمزيد من المتابعة عبر سكايب ينضم إلينا من موسكو الدكتور محمود الأفندي الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز، وأبدأ معك بأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيم كوريا الشمالية. طبعا ما جاء فيه فكرة المساعدة المتبادلة إذا تم الاعتداء على أي من الدولتين، ماذا ترى من رسائل في هذه النقطة تحديدا؟ أول شيء سعد أوقاتك سيد الكريم الأخوة المشاهدين، يعني الواضح أن روسيا تزوق السم للولايات المتحدة الأمريكية، نفس السم التي دائما تزج هذا السم لروسيا دائما منذ عام 1992 وحتى الآن. لذلك بدأت روسيا فعليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الاقتراب من مناطق نفوذها ومن الاقتراب نفسها وعلى حدودها. هذا أمر مهم جدا، نعلم جيدا أن هذه الاتفاقية التي وقعت هذه المساعدة العسكرية المباشرة في حال تعدي أي اعتداء على هذه الدولتين، وهنا الاعتداء حتى على المصالح الأمنية. يعني على سبيل المثال إذا قامت كوريا الشمالية بعملية وقائية ضد تهديد لأمنها القومي، يمكن أن تساعدها روسيا مباشرة بالأسلحة بالتقنية بالخبراء العسكريين إذا لزم الأمر. هذا الاتفاق يعني أن كوريا الشمالية أصبحت تملك قوة عسكرية هائلة في المحيط الهادئ الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة نعلم أن كوريا الشمالية ليس لديها عيون تقريبا في الفضاء لأن محجوب عليها عن طريق العقوبات، تحجب عليها التقنيات الفضائية، الآن أصبحت متاحة لكوريا الشمالية. هذا يعني أن صواريخها يمكن أن تصل بدقة إلى أهدافها. كان من قبل هذا الأمر صعب جدا بسبب التشويش والأقمار الصناعية، الآن لديها أرسلت أقمار صناعية وسترسل حوالي عشرات أقمار صناعية إلى الفضاء بمساعدة روسيا. نعم. هذا يؤدي أن الآن روسيا تقترب وتؤسس حلف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. بدأنا في كوريا الشمالية، تعلم أن الصين بشكل يعني ديفاكت أو بالواقع هي مع روسيا، وبالواقع هي مع روسيا متحدة عسكريا. الآن الزيارة بعد هذه الزيارة سيذهب الرئيس بوتين إلى فيتنام أيضا، ونعلم أن فيتنام لها عداء تاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم جيدا أن المحطة القادمة هي كوبا وفنزويلا، ونعلم الآن الغواصة النووية كازان عبرت فيلادلفيا، شواطئ فيلادلفيا، والآن هي في كوبا وهي على استعداد كامل للمباراة العسكرية مع كوبا. يعني وصلت روسيا بكل إمكانياتها العسكرية إلى الحدود الأمريكية وإلى مناطق النفوذ الأمريكي. وكانت روسيا بالتأكيد أيضا دكتور محمود كانت معتمدة على كوريا الشمالية في ظل الحرب على أوكرانيا بكل تأكيد، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على القذائف المدفعية. الآن وبعد التصريحات الخاصة بزعيم كوريا الشمالية في دعمه لروسيا جيشا وشعبا في الحرب على أوكرانيا، ما هو أفق الدعم العسكري لروسيا خلال الفترة المقبلة؟ يعني أول شيء بالنسبة للقذائف المدفعية حتى الآن هذا ليس مؤكد، هذا خبر فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، لم تعترف فيها روسيا ولا كوريا الشمالية. يعني ونعلم جيدا أن لا أحد يمنع الاعتراف بهذا المعاونة العسكرية، لأن هذه الدولتين معاقبات تقريبا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فقصة القذائف المدفعية حتى الآن لم تثبت بأي شكل من الأشكال، وليس هناك أي دليل على أن كوريا الشمالية ترسل القذائف إلى روسيا. هذا أمر مهم لجمع المعرج عليه، لأنه حتى روسيا لم تعترف ولا كوريا الشمالية ولا أحد يمنعها من ذلك. أما في حال الآن ماذا سيحصل، نعلم جيدا أن لدى كوريا الشمالية ما ينقص روسيا الآن في العملية العسكرية خاصة، ما ينقصها هي صواريخ أرض أرض. هذا أمر مهم جدا، كوريا الشمالية لديها صواريخ متوسطة المدى أرض لا تملكها روسيا. روسيا تملك صواريخ الأرض أرض، أهم صاروخ هو الإسكندر وحوالي مدته حوالي أو مداه حوالي 500 كيلومتر، والآن لدى كوريا الشمالية صواريخ عديدة لديها المدى 1000 و1500 كيلومتر، هي بحاجة إلى روسيا، لأن بقية الصواريخ التي لدى روسيا لهذا المدى هي صواريخ معلقة على إما بالمجنحة إما في الغواصات العسكرية أو على الطائرة. لذلك يمكن نقول أن روسيا ستحصل على صواريخ قوية جدا متوسطة المدى، وخصوصا هذا يعني أن في حال الاعتداء في الحال استخدام مطارات حلف الناتو لإقلاع الاف 16 والهجوم على روسيا، يمكن لروسيا أن تستخدم بالأسلحة النارية هذه المطارات عن طريق صواريخ أرض أرض، ونعلم أن الصواريخ الأرض أرض البالستية من الصعب استهدافها من قوات الدفاع الجوي.
إلى أي مدى دكتور محمود هذا التعاون العسكري كما ذكرت تفاصيل عنه يمكن أن تهدد مصالح الغرب بشكل كبير؟ سيد الكريم، يعني انظر معي، الآن هناك دول ناشئة وقوية عسكرية مثل كوريا الشمالية وإيران لديهم أسلحة ما يكمل روسيا، أصبحت يعني بهذه التحالف أصبحت روسيا قوية من كل الأطراف، بالدفاعات الجوية، بالصواريخ، بكل شيء، بالمسيرات. هذا يعني أن روسيا فعليا أصبحت أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة النووية والأسلحة الحربية. هذا أمر مهم جدا، هذا هو الذي يعني روسيا كان ينقصها كثير من الأسلحة الحربية بسبب، يعني نعلم جيدا هناك انهيار الاتحاد السوفيتي أثر كثيرا على القطاع العسكري والإنتاج العسكري في روسيا. عادت من حوالي 10 سنين روسيا تبدأ في الإنتاج العسكري، الآن كل ما ينقصها موجود لدى كوريا الشمالية ولدى إيران، أيضا تملك هذه الصواريخ. يعني فعليا الآن تعاون هذه الدول على مصالحها والتبادل العسكري يمكن أن يؤدي إلى قوة ضاربة قوية في وجه حلف الناتو. يعني نحن الآن أمام حلفين، حلف الناتو المهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية فقط، والحلف الروسي لعالم متعدد الأطراف فيه كل الدول، الحلف العسكري فيه كل الدول المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، فيه كل الدول المعادية عسكريا، وبالإضافة الدول التي تريد استقلال الاقتصادهم عن طريق مجموعة البريكس. يعني الآن هناك جبهة اقتصادية هي جبهة البريكس التي فيها 10 دول الآن، والجبهة العسكرية الأخرى هي الاتفاقيات الثنائية، كل دولة حسب مصالحها وليست هناك هيمنة لدولة على دولة أخرى، كله حسب مصالحها، كل ما ينقصها. هذا يعني تكامل هذه، هذا ما ينقص حلف الناتو. وعلى ذكر حلف الناتو، دكتور محمود، هذه الزيارة تتزامن مع إعلان حلف الناتو نشر رؤوس نووية لمجابهة روسيا والصين وكوريا الشمالية. أي تصعيد تقرأه الآن بهذه الاتفاقات العسكرية ما بين روسيا وكوريا الشمالية، وأيضا إعلان حلف الناتو هذا الإعلان بنشر رؤوس نووية؟ أول شيء هذا مضحك نوعا ما، لأنه حلف الناتو لا يملك أسلحة نووية. هذا التهديد ليس له أي معنى. يعني أنا أستغرب من أمين عام الحلف الأطلسي لديه هذا البارادوكس. حلف الناتو لا يملك أسلحة نووية، ولكن دول في حلف الناتو تملك أسلحة نووية، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بينما بقية الدول لا تملك أسلحة نووية ولا تستطيع نشر هذه الأسلحة، لأنها بحاجة إليها أكثر من الأول، لأنه هناك في خطر حرب نووية. يعني أي أسلحة ستنشر؟ أسلحة الأمريكية، يعني هذا الولايات المتحدة الأمريكية. فليس هناك حلف الناتو لا لديه القرار في نشر الأسلحة النووية ديفاكتو، يعني وديوري ناتو لا يملك أسلحة نووية. فدعا هذه التصريحات أنا في رأيي هي نوع من أنواع الخرف السياسي بالنسبة لأمين عام الحلف الأطلسي، الذي دخل فعليا في هستيريا سياسية في الفترة الماضية. يعني أنا لا أفهم كيف يصرح هذا التصريح والأوراق والاعتمادات تقول أن الناتو لا يملك سلاح نووي، بينما دول يعني يجب أن تنشر بريطانيا، وبريطانيا لا تنشر لأن كل أسلحة النووية هي محملة على الغواصات، الفرنسية هي محملة على الطائرات، يعني لا تستطيع نشر الطائرات، الولايات المتحدة الأمريكية الصواريخ القصيرة المدى هي أيضا محملة على الطائرات، فقط الأسلحة الاستراتيجية هي محملة نووية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. السؤال، أي أسلحة ستنشر حتى الآن؟ أنا لا أفهم حتى الآن، ليس هناك هذه الأسلحة. لذلك هذه التصعيدات التي ليس لها أي معنى بالنسبة لألف الناتو يحاول أن يحشد الأوروبيين ويحشد الرأي العام العالمي ويقول أنهم دولة قوية. ودعنا نصدق الصراحة، هناك الولايات المتحدة الأمريكية محتلة لهذه الدول، يعني في حال مواجهة نووية المشكلة تكمن، لن تنطلق من أوروبا أسلحة نووية إلا الدول نفسها، بريطانيا وفرنسا، هذا أمر مهم جدا. بالإضافة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق F-16 يمكن أن تحمل أسلحة نووية، هذا يعني حرب استراتيجية أو أسلحة استراتيجية ليست تكتيكية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نعتمد أن هذه فعليا نهاية أو ما يسمى شبه نهاية الكرة الأرضية. طيب إذا كانت دكتور محمود فكرة هذه التصريحات النووية العصر، لا عفوا، التصريحات النووية هي نوع من أنواع الجنون السياسي. لا إذا كانت ليست واردة، بالنسبة لك فكرة نشر رؤوس نووية من قبل الناتو، ما هو الرد المنتظر حتى تتوقع روسيا، الرد المنتظر من الغرب والولايات المتحدة؟ سيد الكريم، يعني هذه العصر النووية التي تسكر من هنا وهناك، روسيا دائما تسكر بينما الولايات المتحدة الأمريكية تهدد، هذا شيء آخر. التهديدات طبعا نعلم جيدا أنها يمكن لا تكون قريبة من الواقع، لأنه أنا في رأيي كل هذا كلام فقط فارغ،
ليست لأي دولة لديها رغبة في خوض حرب دولية، لأنه حتى الآن لا يعلم أحد عقباءها، ما هي عقاب هذه الحرب وما هي نهاية هذه الحرب. لذلك كل هذه تدخل من التصعيد الإعلامي فقط، وكل حتى الرد من طرف روسيا يكون أيضا إعلامي. يعني دائما يقولون روسيا هي التي تهدد نوويا. انظر الآن أمين عام الحلف الأطلسي هو اللي يهدد نوويا مع أنه لا يملك الأسلحة النووية. يعني هذا التصريحات أنا لا أخذها بعين الاعتبار، لأن الحرب النووية ليس هناك رابح فيها، فليس هناك أي دولة مصلعة فيها. فدعنا ندع الأسلحة النووية جنبا، أنا في رأيي ذلك، لأنه هذا يعني شيء خطير جدا. يجب أن نتحدث إذا بدأت حرب نووية فعل الكرة الأرضية السلام على أي شيء يتكلمون، إن كانت الأطراف الغربية. أنا لا أفهم ما هي الأسلحة التي تنشرها نوويا ردع روسيا. يعني حتى الآن حتى لو نشروا أسلحة، ما هي الأسلحة التي تنشر ردع؟ ما هو الردع؟ الحرب النووية هي عبارة عن وقت، من يبدأ في الضربة النووية أو قبل. فبدأت الضربة النووية يعني تقريبا نصف العالم أصبح مستهدف للأسلحة. هل تستبعد هذا التصعيد دكتور محمود؟ أنا لا أستبعد، أنا أستبعد هذا التصعيد، لأن ليس له مصلحة ولا حتى روسيا. وقال الرئيس بوتين عدة مرات، وآخر مرة في مؤتمر صاب بيترسبورغ قال نحن سنستخدم الأسلحة النووية في حالة تهديد أو تهديد لروسيا كتفكك. حتى الآن ليس هناك هذا التهديد. يعني هو لم يلوح بالعصا النووية، بينما الناتو لوح بالعصا النووية. هي عبارة فقط عن ظهور عضلات لا أكثر. لذلك أستبعد ذلك، لأنه ليس هناك رجل عاقل إن كان رئيس أو كان وزير دفاع له مصلحة في استخدام الأسلحة النووية. فدعنا نبتعد عن هذا الكلام بأشكال أن أستبعد أي صراع يمكن لاستخدام أسلحة تكتيكية نووية، ولكن ستكون هذه الحرب التكتيكية بظرف يعني تنتهي بظرف يعني قصير جدا، لأن البعد التكتيكي هو ما يسمى الاستراتيجي. الاستراتيجي هي صواريخ عبر القارات، ونعلم ذلك. أين ستسقط هذه الصواريخ؟ لا أحد يعلم. حتى الآن لم تبدأ هذه الحروب ولا في تاريخ البشرية. لذلك أنا أستبعد الصراع النووي بين الطرفين، هو فقط يعني رفع ما يسمى نافذة المفاوضة، نافذة التصعيد. نعم، وضحت الفكرة بخصوص التصعيد. بالنسبة لي يعني عقد الشراكة الكاملة الذي تم توقيعه ما بين روسيا وكوريا الشمالية في عدد كبير من المجالات، ليس عسكريا فقط وإنما في التعليم، في السياحة، السكك الحديدية وغيرها من المجالات التي سيتم التعاون خلالها أو فيها خلال السنوات المقبلة. كيف ترى هذا الانفتاح في العلاقة ما بين كوريا الشمالية وروسيا وأثرها وانعكاساتها خلال الفترة المقبلة؟ يعني أنا في رأيي كرأي أنا كمواطن روسي، وحتى يعني كرجل سياسي، أعلم أن كانت روسيا مخطئة بحق كوريا الشمالية. طبقت العقوبات عليها بكافة، وضخت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وطبقت عليها كل العقوبات المباشرة وغير المباشرة. الآن على روسيا أن تعيد كل هذا الشيء كما كان الاتحاد السوفيتي. يجب إعادة البنية التحتية لكوريا الشمالية كدولة حليفة، لأن بالفعل أثبتت كوريا الشمالية أنها دولة حليفة لروسيا وليست صديقة فقط. لذلك أنا في رأيي هذا الاتفاقية سيؤدي إلى تطوير كامل لكل المستوى النخبة العسكرية في هذه الدولة. نعلم جيدا أن كوريا الشمالية قصها الكثير بسبب العقوبات، إن كانت التكنولوجيا العسكرية أو التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى العقود. يعني الآن ستكون هذه المساعدات في كافة المجالات. هذا سيؤدي فعليا مستقبلا إلى تقدم هذه الدولة، وستصبح دولة غير منعزلة. هذا أمر مهم جدا. يعني دعنا جدا إذا نظرت الآن، يعني لاحظ بعد الآن بدأت الحرب من حوالي سنتين، وفعلا كوريا الشمالية من دون توقيع كانوا متفقين. انظر إلى العاصمة كوريا الشمالية كما كأنك ترى دبي. فعليا البناء، الكهرباء، الشوارع المزفتة، هذا أتى طبعا نتاج التعاون الروسي الكوري الشمالي، ولكن كان ليس ضمن معاهد. الآن أصبح رسميا. الآن روسيا لا تخاف من العقوبات لأنه هي معاقبة. وأنا في رأيي كانت روسيا مخطئة بحق كوريا الشمالية، لأن كوريا الشمالية لن تتخلى عن روسيا ولا في تاريخها بأي شكل من الأشكال. بينما بالفعل روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبوجود نخبة سياسية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ومن أصل يهودي، كانت هي مسيطرة على روسيا تقريبا، وعاقبت كوريا الشمالية يمينا ويسارا. فروسيا يجب أن تصلح خطأها وتبدأ بالتعاون، وأنا أعتقد هذا التعاون بدأ بكل المجالات. لك أن تنظر الصور وكيف استقبل الرئيس بوتين كبطل قومي، الصور في كل مكان والشعب في كل مكان. بالإضافة انظر إلى المدينة كيف تحسنت وكيف جميل الآن، وحتى الرئيس بوتين في اللقاء قال أنا مندهش من جمال هذه العاصمة. بالفعل أنا أيضا مندهش، لأنه كنت في كوريا الشمالية من حوالي 3 أشهر ضمن الوفد.
فأنا حتى الآن مندهش بهذه المدينة، هي أجمل من مدن، أصبحت من أجمل مدن العالم. هذا يعني أن الاتفاقية تعمل حتى من دون توقيع، وكوريا الشمالية تخرج من عزلتها السياسية، وهناك دول أيضا تساعدها مثل الصين بشكل غير مباشر وبشكل غير مرئي. وبالفعل يمكن أن نقول هناك انفتاح لعالم متعدد الأطراف، ستلعب فيه كوريا الشمالية دور كبير جدا في التكنولوجيا وفي التطوير، يمكن أن تضاهي مستقبلا نوعا ما كوريا الجنوبية واليابان. وضحت الفكرة، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الأفندي الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.